بسم الله. بكتيريات اللبنية، بكتيريات اللبنية.
كتصور البكتيريات اللي كتبغي لوندرو اللي هو فخي اسك زائد فيها بروتينات مضاده للفيروسات. داك مريقه الدجاج البلدي اللي كانوا يديروا الناس اللي كتسخن الجسم، شنو كدير؟ كدير لا تيرموجينيز، والفيروس ملي كيلقى عندك لو ميتابوليزم طالع ولا تيرموجينيز طالع وماده التيرموجينين طالعه ما يقدرش يدخل للخليه. لا شكرا لك استاذ احلامي صراحه على كل هذا التوضيحات. كنقول دابا للمستمعين والمتابعين شوفوا ما عندكمش حق مازال تزيدوا تسولوا على كيف ممكن نقويوا المناعه. كل اغذيه كاينه استاذه الثوم، كلها تكلمت عليها. نعم الثوم البصل، الثوم فيه الاليسين فيه الاليين. شوف الاغذيه اللي ديما كنهضروا عليها استاذ عفاف، واحد الحاجه صوم واحد يومين ولا ثلاث ايام كل سيمانه وسترون العجب. اذا الاثنين والخميس مثلا، ايام الخميس الاثنين والخميس، وخذوا هذه الاغذيه اللي هضرنا عليها دابا، العسل يكون عسل جيد، الثوم في ماده الاليين والاليسين، وهذه المواد هذه البصل كذلك، الاغذيه الخضراء فيها ماده الكلوروفيل، البهارات رائعه جدا، البهارات العطريه تكون عطريه رائعه مقاومه للبكتيريات والفيروسات بواحد الدرجه ما تصورش. هكايا غادي نكونوا كونا واحد النظام غذائي مقاوم لكل الفيروسات. نعم واحد النقطه ما يمكنش ما نسولكش عليها ومن بعد يعني عاتبوا لي المتابعين والمستمعين استاذ احليلي، بزاف ديال الناس كيسولوا على الخبوليز فما عرفتش شنو غادي تقول على هذه المساله فيما يخص تقويه جهاز المناعه. شوفوا استاذ، تقويه جهاز المناعه العسل وكل انواع العسل، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، لان بعض المرات داك لاجولي غويال ولا البروبوليس كنكونوا كنضيعوا داك العسل ولا النحله بسبب هذه الماده هذه. ما تصورش استاذ في جسمك انت عامر بالسموم وكتقلب على البروبوليس، خرجوا بعد السموم من الجسم، لاولى اننا نحيدوا السموم. بغيتي انت تسكن اجي للدار وسيق دارك وسيق لابارتمون ديالك، عاد جيب داك الفراش وجيب هذه ماشي نحطوا شي فوق شي. فبالنسبه لي انايا جميع النحله جميع المكونات ديالها رائعه، ولكن لا يعقل ان السموم عندي في الجسم وانا نقلب على هذا الموت. نحيدوا السموم دايوغ، وداك الساعه ربما راك حل المشكل قبل ما نوصل لهذيك البروبوليس. نعم من ضمن الاسئله ايضا استاذ احليمي، لانه تكلمتي على الحار وكيف ايضا كيلعب دور في تقويه المناعه، بزاف ديال النساء الحوامل كيسولوك واش ممكن ياخذوه؟ جيد، انا نقول الحار ما كاينش مشكل فيك، يعني مع هذا النساء الحوامل بعض الناس كيكون عندهم واحد القابليه ان يكون عندهم البواسير. اييه هو ماشي حيت الحار عنده، الحار ما عندوش علاقه بالبواسير تماما، غير هو الحار استاذ عفاف الجسم كياخذ منه واحد شويه، راه ما كاينش سببيه، علاقه سببيه، انا نشرح بالضبط. الحار كياخذ منه واحد شويه وداك ماده البيربيرين والكابسيسين كيخرجها عبر الخروج. الناس اللي كيكون عندهم البواسير كيكون هذا الالم داك الخروج كيكون مؤلم فقط، اما هو السبب ابدا واش هو السبب، ربما يكون الحلويات السبب اكثر. ان شاء الله من بعد نبرزوا حلقه خاصه، اما البيغبيغين والكابسيسين رائعه جدا بالنسبه للناس في مقاومه هذه المشاكل كلها. نعم اخر سؤال استاذ احليمي، القصريه ديال الكسو في اليوم نهار الجمعه الصحه والراحه مع المناعه، مع المناعه شنو شحال النسبه تقريبا؟ شوفوا استاذ حنا كتطلع المناعه، القصريه ديال الكسكسو كتطلع المناعه، وجالس مع خوتك وعائلتك والاسره ديالك كتطلع المناعه، نشروا الابتسامه ونشروا الامل كتطلع المناعه، نحيدوا الخوف كتطلع المناعه، ناكلوا مزيان كيطلع المناعه، نمشيو عند الاحباب ديالنا كيطلع المناعه، نقولوا كلمه زوينه مناعه، الصدقه المناعه، التسامح المناعه، والقصريه وسيرتو الكسكسو الا درتوه بالشيشه تكون ديال الشعر. زيدوا عليه الكره الحمراء والاغذيه كلها اللي كاينه دابا، والخشف والقرنينه والجلبانه والفول رائع.